السلام عليكم طلاب وطالبات السادس، اهلا بكم بدرس جديد وهو الدرس رقم 15 من دروس يونت 1. الدرس هذا حناخذ به القطعه الثانيه من قطع الكتاب. طبعا اذا تذكرون اخذنا قطعه زي طارق بفيديو واحد، كانت القصه والشرح والملاحظات والاسئله كلها فيديو واحد. فانا صراحه بدلت الخطه، راح يصير شرح القطعه في فيديو والاسئله والملاحظات الاخرى في فيديو ثاني. يعني اليوم احنا بهذا الفيديو حناخذ بس شرح القطعه، والاسئله حتكون بالدرس الثاني اللي هو الدرس رقم 16 اللي هو حيكون اخر درس نختم به يونت 1، والختام مسك ان شاء الله. نبدا الان القطعه. طبعا عنوانها الرسمي بالكتاب I'll always be proud of him، ساكون دوما فخوره به، وهذا مقتطع من القصه نفسها. هو عنوان القصه، عنوان القصه مصطفى سيفز ماذر، مصطفى ينقذ امه، يعني هذا اني تفسير يعني على مود يكون مفهوم اكثر. فتعالوا هسه شو نسوي؟ نشرح قصه مصطفى وامه اللي بيها سكري بالتفصيل. لا تنسون احنا بدنا نجمع الافكار كلها حتى اي سؤال يجينا سواء وزاري او اثرائي احنا نعرف نجاوبه. لا تكتفون بعدد قليل من الاسئله، اذا افتهمت القصه مهما كان عدد الاسئله حتعرفون تحلوها. ليتس بيجن، خلينا نبلش. نبدأ بالقراءة، طبعا كل مقطعاني أقرأ قراءة بعدين أترجم لكم، يعني حتى اللي يريد يسمع لفظ صحيح يسمعه. When 4-year-old Mustafa woke up, he got straight out of bed and went to look for his mother. He was a little puzzled because she normally came into his room first thing in the morning, woke him up and helped him to get dressed. He had no idea why she wasn't there that sunny morning in April. خلينا نترجم هسه مقطع مقطع. يقول وين عندما 4-year-old مصطفى اللي عمره 4 سنوات woke up يعني قعد من نومه، استيقظ، طبعا هذا فعل ماضي. woke up هي الماضي مال من؟ مال wake up، هذا المضارع verb 1 فعل المجرد. لما قعد مصطفى اللي عمره 4 سنوات he got straight out of bed، يعني نهض من سريره. out of bed straight مباشرة قام من سريره. and went وذهب to look for ليبحث to look for his mother حتى يبحث عن أمه. he was a little puzzled كان a little يعني قليلا، كان شوية شنو؟ puzzled مستغرب أو متفاجئ. puzzled surprised متفاجئ. puzzled مستغرب، شنو ليش مستغرب؟ هذا من أهم أسئلة القطعة. because she من هي she؟ أمه. normally بالوضع الطبيعي بالعادة يعني came into his room يعني بالعادة كانت تأتي إلى غرفته first thing in the morning أول شيء تسوي. first thing أول حاجة in the morning الصبح شو تسوي؟ came into his room تجي لغرفته أول. woke him up توقظه تقعده من النوم، تجي لغرفته وتقعده. and helped him وتساعده to get dressed حتى يبدل ملابسه أو يبدل. إذا سألك هو ليش كان شوي مستغرب؟ احنا الأسئلة راح ناخذها بالدرس القادم، بس أشرح لك إياها على مود أحفظك كل أجوبة من هسه. ليش كان مستغرب؟ لأنه أمه بالطبيعي ما لأن أمه ما قعدته من النوم مثل ما تسوي كل يوم، لأن أمه ما جتي مثل كل يوم لغرفته وقعدته وساعدته بتبديل ملابسه. لا تنسون هو 4 سنوات طفل. he had no idea يعني لا فكرة عنده، ما عنده أي فكرة why لماذا she wasn't there لم تكن هناك، يعني قصده ما كان يعرف، ما عنده فكرة ليش ما جتي لغرفته، قعد ومويدر ليش أمه ما جتي قعدته that sunny morning in April في ذلك اليوم المشمس من شهر الرابع اللي هو ابريل. سني معناها مشمس. هسه هاي مال ملاحظه انه الحدث صار ب سني مورنينج ان ابريل في يوم صباحي مشمس او صباح مشمس من ابريل، هاي ما جاي وزاري قبل، الله اعلم. نكمل. صار قاعد مستغرب، خلينا نشوف ايش راح يسوي. He went to look for her in the kitchen first. There was no sign of her there. And the bathroom was empty too. Then he opened her bedroom door and saw that she was still asleep.
خلينا نترجم. يقول he went to look for her. ذهب ليبحث عنها in the kitchen first. شنو first؟ أولا ذهب ليبحث عنها في الكيتشن اللي هو المطبخ. أول شيء بحث بيه الكيتشن المطبخ. There was no sign of her there. يعني ما كان لها وجود. لا علامة لها هناك. شنو لا علامة لها هناك؟ sign معناها علامة. معناها ما كانت بالكيتشن. ما كانت بالكيتشن. فإذا قال لك سؤال was Mustafa's mother in the kitchen؟ هتقول له no. بعد شو هيقول لك the bathroom was empty too. الحمام كان فارغ. يعني لا كانت بالكيتشن ولا كانت بالباثروم. Okay. And the bathroom والحمام was empty too. شنو too؟ يعني أيضا أو كذلك. شنو empty؟ معناها فارغ. ملاحظة هذه البي ما تلفظ فتقروها empty. empty كأنما دا تقرأ M وحرف T. empty يعني لا الكيتشن موجودة أمه ولا بالباثروم موجودة أمه. then ثم بعدها ثم he opened فتح her bedroom door باب غرفة نومها. Her bedroom door and so ورأى she was still. شنو still؟ لا تزال asleep نائمة. إذا من فتح الباب لقاها بعدها نائمة بس يا باب باب البيدروم غرفة النوم مالتها. Okay. He tried حاول أو خل أقرأ المقطع أول. He tried to wake her up by shaking her and calling but to no avail. For some reason he couldn't wake her up. وياي. He tried يعني هو حاول واللي هي قصدي مصطفى to wake her up. Her يعني هي أمه. أن يوقظ أمه. حاول أن يوقظها by عن طريق shaking هزها أو رجها يعني تحريكها دفعها and calling ونداءها أو مناداتها يعني حاجيها ماما 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 هاي كولينج دي حاجيها ماما قعدي ماما قعدي هذا كولينج. لا مو كولينج معناها اتصال بالموبايل. اذا ايش سوى هو حتى يقعد امه؟ he tried to shake her and call her. يعني حاول انه يقعدها عن طريق shaking her and calling her but ولكن to no avail بلا جدوى. هسه شنو عيد ورايا؟ to no avail. to no avail بعد to no avail معناها بدون فايدة. يعني سوي شغلة بس ماكو جدوى منها. يعني مثلا نقول I tried to call you حاولت أخابرك but to no avail بس ما حصل شيء ما حصل ما استفادت شيء لم أصل إلى نتيجة. فهو حاول حركها هزها ورجها وحاشاها وناداها بس ما قعدت. For some reason لسبب ما. For some reason معناها لسبب ما بدون ذكر السبب. He couldn't. I couldn't بزي طارق خلناها. لم يستطع. Wake her up. ما قدر يقعدها. إذا سألك هل قعد أمه عن طريق shaking و calling عن طريق تحريكها ونادت هل قعدها؟ No. He couldn't. تعال هسه نفتهم شنو اللي صار. لطيفة. لطيفة اسمها. مصطفى's mother suffers from diabetes. This means she has to control her blood sugar with injections of insulin. But sometimes the levels of sugar in her blood drop too low and then she can lose consciousness. لطيفة مصطفى's mother. أم مصطفى اسمها لطيفة. يعني إذا بالوزارة جتنا أم مصطفى's mother أو لطيفة فهي نفس الشخص. Suffers. شنو suffer؟ تعاني. عيدها أكثر من مرة. suffer 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 تعاني. I suffer أنا أعاني. she suffers هي تعاني. from تعاني من شنو؟ diabetes. diabetes هو مرض السكري. أوكي okay. طبعا هاي الملاحظة. diabetes هي مرض السكري. for example مثلا my father suffers from diabetes. أبويا يعاني من مرض السكري.
أكو كلمة أخرى هواي يصير خربطة بيناتها اللي هي diabetic. diabetic. diabetic هو الشخص اللي بيه سكري. يعني منقول I am diabetic معناها أني شخص مصاب بالسكري. أو I suffer from diabetes. الله يبعدكم أنتوا أهلكم عن هذا المرض. بس هو يعني يعني كلش منتشر شائع فكلش طبيعي وجوده. نرجع هسه الموضوع لأن صار عندنا diabetes مرض السكري نفسه كمرض وdiabetic اللي هو الشخص المصاب بالسكري. طبعا هي نفس السبيلينج بس آخر حرفين بيجي IC هذه ES بيجي IC. suffers from diabetes تعاني من مرض السكري. This means هذا يعني means معناها يعني شنو يعني إنه الشخص يكون مصاب بالسكري. She has to control has to يعني هي لازم control تتحكم. تتحكم بشنو؟ her blood sugar سكر الدم. لأن هو السكر يخص مستوى السكر بالدم. blood sugar blood sugar اللي هو سكر الدم. with شنو تتحكم عن طريق شنو؟ injections حقن. injection حقنة injections حقن of insulin مادة الإنسولين. but هي اللي هي تتحكم بالسكر عن طريق الحقن مال الإنسولين. but sometimes ولكن أحيانا شي يصير but sometimes the levels مستويات level مستوى levels مستويات the levels of sugar in her blood مستوى السكر بدمها drop ينخفض drop drop معناها ينخفض أو يهوي وينزل too low إلى درجة منخفضة جدا إلى درجة منخفضة جدا. شنو هاي كلمة low؟ low معناها منخفض. فالضغط أو عفوا مستوى السكر drops ينزل too low كلش ناس يصير. and then فلذلك ثم she can lose فقد تفقد شنو؟ consciousness. consciousness consciousness اللي هو من هو الكونشسنس الوعي. لذلك اذا هبط مستوى السكر كلش راح احتمال انه تفقد وعيها. هذا ماذا يحكي صار هو هذا دا يقول لك هي يعني هي تعاني من الدايبيتيز فتتحكم بالانسولين بسكر الدم. ف اذا مرات تصير انه مستوى السكر يهبط حيل فبالتالي تفقد وعيها. هو دا يحكي انه شيء يصير بشكل عام بس خلينا نشوف ايش راح يصير وراها. That is what has happened during the night. Latifa's blood sugar had dropped very low and she had lost consciousness. Without help, she could have died in a few hours. She يقول, يقول that is what had happened. وهذا ما جرى بالفعل. هو مو قاعد ما لقى أمه مستغرب هي كل مرة تجي لغرفته تقعد تخليه يبدل ملابسه تساعده. ذاك اليوم قاعد مستغرب ماكو. فاللي صار لها هو اللي يصير لها احيانا. during the night اثناء الليل during اثناء during the night اثناء الليل لطيفه's blood sugar مستوى السكر مال لطيفه had dropped انخفض او هوى او نزل very low إلى درجة منخفضة جدا. low يعني ناصي. and she had lost وفقدت هنا أنا مو تفقد وفقدت consciousness وعيها. without help بدون مساعدة without بدون مساعدة she could have died كانت ستموت. يعني إذا ما حد يساعدها ها راح تموت in a few hours في غضون ساعات. إذا ما حد يساعدها حتموت بخلال ساعات. شو راح يصير هسه؟ خلينا نكمل. مصطفى's father نا دخل شخصية أبو مصطفى حين ذكر هنا مرة واحدة. مصطفى's father was away on a business trip, so مصطفى was the only one who could help her. مصطفى knew that when his mother needed sugar quickly, she usually drank something sweet. ناش يقول؟ يقول مصطفى's father والد مصطفى was كان away بعيدا أو مسافرا.
away يعني بعيدا ما كان متواجد يعني بالمكان. On a business trip في رحلة عمل. إذا كان أبوه مسافر في رحلة عمل. So لذا مصطفى was the only one كان الشخص الوحيد. لأن أبوه كان برحلة عمل business trip فهو كان الشخص الوحيد who could help اللي يمكنه مساعدتها. تخيل أنت طفل عمره 4 سنوات وماكو أحد يمه بس أمه فاقدة للوعي، إذا ما حد يساعدها تموت. طبعا موقف صعب، ممكن هواي أطفال بهذا الموقف ما يستحملون هذا الموقف، صغار على يعني هم أصغر من هذا الموقف بهواية، الموقف كبير عليهم، ممكن يبكي ما يعرف شو يسوي، ما أعرف صراحة. بس هو مصطفى شوية ذكي وشجاع مثل ما راح نشوف. فشي يسوي هو عمره 4 سنوات يعني قابل شي يسوي، هنشوف. مصطفى نيو معناها علم أو كان يعلم. مصطفى كان يعلم that when his mother needed sugar quickly، لما أمه تحتاج سكر quickly بسرعة. عنده معلومة سابقة، استخدم نيو الفعل الماضي ما نو، نو هذا فعل مجرد يعرف، نيو علم أو عرف. When his mother needed sugar quickly، من أمه تحتاج السكر بسرعة، هو يفهم إنه وضعيتها بس مجرد تحتاج سكر، من تفقد الوعي تحتاج سكر، هيك معلمين. She usually drank، فإنه هي بالوضع الطبيعي تشرب something sweet. شنو sweet؟ يعني شيء حلو، طعم شيء بي سكر. Sweet يعني sugary، يعني بي حلا. سوى لذلك من خلال معلومته هذه. So he went back. شوف went ذهب، went back عادة، وين عادة؟ to the kitchen. ليش ما استخدم بس went to the kitchen، راح للمطبخ، لأنه هو أساسا جاء بالمطبخ يدور على أمه، لذلك ما استخدم went ذهب إلى المطبخ، استخدم went back يعني عادة، ذهب بالعودة إلى المطبخ. and took وأخذ a can of cola. كان اوف كولا علبة كولا، احنا يعني الكان اللي هي نفسها نسميها القوطية. راح تقول استاذ كان مو يستطيع؟ نعم كان تجي معناها يستطيع، مثلا I can't speak English، وكان تجي مثلا كقوطية، مثلا I drink a can of cola a week، أنا أشرب قوطية كولا a week. أو تجي أيضا بمعنى معنى آخر بعيد عن السادس اللي هو بمعنى كان اللي هو يعلب، يعني يخلي حاجة بعلبة خصوصا الاكل يعني المعلبات. لذلك الاكل او الطعام المعلب يسموه canned food، يعني اكل معبأ او معلب. ضعفنا الان وضفنا ايدي، بس مو كان يستطيع، دير بالك، هاي خارج هاي معلومه لك خارجيه. took a can of cola out of the fridge. fridge لا تلفظون الدي، fridge معناها الثلاجة. طلع من الثلاجة شنو؟ a can of cola، طلع قوطية كولا من الثلاجة. he brought it back، جلبها. وين جلبها؟ جلب ال can of cola to his unconscious mother، لأم ال unconscious. شوف conscious بدون كلمة ness، consciousness يعني الوعي. unconscious، شوف conscious معناها واعي، conscious معناها واعي، unconscious تصير عكس واعي يعني غير واعي أو فاقد للوعي. الآن هاي أخذناها بدرس ال prefixes، درس ال opposites المعاكسات. conscious يعني هسه أنت من دا تتفرج أنت conscious، أني من جاي أتفرج أو من جاي أصور أني حاليا conscious بوعي، بس لطيفة فاقدة للوعي فهي unconscious فاقدة للوعي. to unconscious mother and tried، وحاول جاب القوطية لأمه، tried to make her drink it، حاول يخليها تشرب هاي الكولا على مود تستعيد وعيها، بس هي مشكلة هي كبيرة وهو 4 سنوات يعني شوية صعب عليه يسوي هذا الشيء. هنشوف ايش راح يصير هسه. He couldn't, of course. Less. So, after spilling quite a lot of the cola on the bed, he decided on another plan to call the emergency services. Luckily, his grandmother had taught him how to do that just the previous week. Okay. يقول هنا he couldn't معناها لم يستطع
يعني شنو لم يستطع؟ يعني ما استطاع يخلي أمه ما قدر يخلي أمه تشرب الكولا لنفس السبب عمره صغير. He couldn't of course of course لأنه هو كلش too young يعني كلش صغير. So لذا after spilling بعد أن سكب quite a lot الكثير of the cola بعد ما سكب الكثير من الكولا on the bed على السرير. أنا خايف تقعد وراح تكتله لأنه بدل الكولا على السرير وتسويها والله مو بعد ما سكب أو بدأ هواي من الكولا على السرير he decided قرر decide هذه ضايفة لدي مو إيدي تربالك بنسويها مجرد احذف دي he decided قرر on another plan شنو plan plan معناها خطة زين another شنو معناها أخرى أو آخر another man رجل آخر another story قصة أخرى another plan خطة أخرى قرر خطة أخرى شنية أول شيء هو ليش بدل الخطة بدل الخطة لأنه دا يحاول جاب أمه حاول يشربها وهي نايمة بس هي ما يقدر يعني هي جثتها كبيرة جسمها وهو صغير يعني أصغر من أنه يفتح حلقها ويدير لها الكولا وهي تشرب الكولا وتستعيد وعيها فهو يعني too young to do this أصغر من أنه يسوي هذا الشيء زين شنو هي الخطة الأخرى؟ What plan did he decided on؟ شنو الخطة اللي قررها؟ To call إنه يخابر أو يتصل the emergency services. هاي جريمة ما تعرفها emergency. أخذناها بقطعة زي الطارق اللي هي طوارئ. شنو طوارئ emergency؟ شنو services خدمات؟ خابر خدمات الطوارئ. ما دي يقدر يقعدها. فش يسوي؟ قال أنا أفضل شيء أفكر أسويه هو الاتصال بخدمات الطوارئ بس إحنا هم عندنا مشكلة أخرى شلون حيخابر الطوارئ هو عمره 4 سنوات شلون يعرف يخابر الطوارئ أصلا الخبر الجميل luckily لحسن الحظ his grandmother جدته had taught him معناها علمته taught هي التصريف الثالث مال teach يعلم أو يدرس أوكي taught him how to do that كيف يفعل هذا يعني كيف يخابر الطوارئ just the previous week في الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي للحدث مو لهذا الأسبوع اللي انت بيه الأسبوع الماضي للحدث يبدو شباب أنه من الأب بلغهم أنه حيسافر فيعرفون أنه أحياناً قد مصطفى انه يحتاج الاتصال بالطوارئ قد يعني لطيفه تتخربط فبما انه بس ابنها موجود هو الوحيد اللي يقدر يساعدها فبيبي تعلمته شلون يخابر الطوارئ للاحتياط خاف وما تتخربط شلون يخابر الطوارئ وهذا الشيء طبعا ما يصير اذا ما هم يعرفون انه هو طفل انتليجنت شنو انتليجنت تعرفها اذا انتليجنت انتليجنت يعني عبقري ذكي جدا لو ما ذكي ما يكلفوا بهاي المهمه في حاله انه امه تخربطت كمل. I can't remember a thing about all this. Latifa says, but Mustafa called the emergency services all on his own. Emergency operator Safiya Khoury took the call. هنا شو تقول؟ تقول I can't remember. ما أقدر أتذكر. لا أستطيع تذكر. A thing. شيء. يعني ولا شيء أتذكر about all this. عن هذا. لطيفة says اللي هنا المخرج حرقنا الفيلم يعني لطيفة صحت بعدين فقالت شكو شي من هذا أنا ما أتذكره ولا a thing يعني ولا حاجة أتذكر why can't لطيفة remember a thing about all this ليش ما تقدر لطيفة تذكر أي شيء سهلة because she was unconscious لأنها كانت unconscious فاقدة للوعي But Mustafa called the emergency services all on his own بمفردة يعني صرف من تلقاء نفسه emergency operator اللي هي عاملة أو موظفة الطوارئ emergency operator أبعو هذه الكلمة جاية معاني يعني جاية بالوزارة كمعاني مو بس كأسئلة قطع emergency operator
عاملة الطوارئ صفية خوري، هذا اسمها. إذا قلت لك هو took the call from مصطفى، منو خبر أو منو تلقى اتصال مصطفى، راح تقول emergency operator صفية خوري took the call، تلقت الاتصال. أذكرك إنه كلمة emergency services هي خدمات الطوارئ، بينما emergency operator هي موظف الطوارئ نفسه اللي يرد على اتصالات. طيب. The little boy was very calm. He just said, "My mommy is sick. She needs a doctor." I asked him for his address, and he told me. شو تقول هنا صفية؟ هذا الكلام لصفية خوري، هالمقطع خصصته. The little boy، الفتى الصغير أو الولد الصغير، was very calm. مرت علينا calm. It was a calm morning in the beautiful seaside town of Sharm el-Sheikh. كام يعني هادئ. كان الطفل الصغير هادئا. He just said، قال فقط، My mommy is sick. My mommy نفسها my mother. Mommy هي أمي. Is sick، مريضة. قال لي، طبعا هاي من يدا تحكي؟ هاي صفية خوري the emergency operator، اللي طبعا شنو الامرجنسي اوبريتر؟ هو الشخص اللي بالطوارئ يرد على اتصالات الناس اللي محتاجة مساعدة. شو اسمها؟ صفية خوري. My mommy is sick. ايش قال لي؟ هاي صفية تحكي تقول قال لي بس شغلتين. My mommy is sick. امي مريضة. She needs a doctor. هي تحتاج الطبيب. طبعا من علمته ببيته انه شلون يتصرف، ما مضطرة بعمر 4 سنوات تقول له قول لهم امي فاقدة للوعي لانه هي مستوى السكر وهبط عندها. طفل ما يفهم هالامور. فقالت له المفيد، My mommy is sick, she needs a doctor. أمي مريضة تحتاج طبيب. هذا فقط اللي يتعلم الطفل ب4 سنوات، حتى لو كان ذكي، على مود المقابل يعرف أنه أكو حالة خطرة. She needs a doctor. I asked him for his address. I asked him، طلبت منه الأدرس، طلبت منه العنوان. And he told me، وأخبرني بالعنوان. شوف قالت، قالت الفتى الصغير كان هادئ، قال لي شغلتين، امي مريضه وتحتاج طبيب، قلت له اعطيني العنوان وانطاني العنوان. اوكي. An ambulance arrived at the house 15 minutes later. مصطفى had to stand on a chair to open the front door for the paramedics. يقول an ambulance، سيارة إسعاف، هاي أيضا كلمة جتنا بقطعة unit 1 ما زي طارة. arrived، هاي ضايف لها دي مو إيدي، معناها وصلت سيارة إسعاف at the house 15 minutes later، يعني بعد 15 دقيقة، يعني ورا ربع ساعة من اتصال مصطفى بالطوارئ اجت إسعاف. later يعني بعدها ب15 دقيقة، later معناها لاحقا ب15 دقيقة. مصطفى had to معناها اضطر، يعني انجبر. شو يسوي؟ stand، ان يقف، on a chair، على كرسي. شوف هاي الكلمات من اكتب لك معانيها، معناها هاي مهمات. مصطفى had to stand، اضطر ان يوقف، on a chair، على كرسي. why، ليش؟ to open the front door، لفتح الباب الامامية. الدور هي الباب والفرونت اللي هي الامامية. for the paramedics، paramedics اللي هم المسعفين. عيد لياها، paramedics. اكو ناس ترفضوها paramedics المسعفين. اضطر لان هو الباب الامامية شوية هو صغير، يعني حتى مو بس عمره، حتى طوله قصير، فجاب كرسي ووقف حتى يفتح الباب. هنا سؤال وزاني ممكن يقول لك شلون فتح الباب؟ راح تقول له وقف على كرسي، او يقول لك ليش وقف على كرسي؟ حد تقول له فتح الباب. هاي اسئله وزاريه مكرره والله شباب. يعني هو انت تشوف اكو سهوله هسه بدي اعطيك سؤال، لان انت تاخذ الموضوع بشكل مفصل، فاكو سهوله نوعا ما، تمام؟ هسه شو راح نسوي؟ اخذ ريست سريع، انا هم اشرب مي ونكمل القصه. هسه وصلوا الاسعاف، خلينا نشرب مي ونشوف الاسعاف ايش سوى. وصلت الاسعاف الامبولانس، ومصطفى stood on a chair، وقف على كرسي، to open the door for the paramedics، حتى يفتح الباب للمسعفين. صار وراءه.
They rushed upstairs, found Latifa unconscious, and spotted her insulin user's identity card. They knew at once that she was diabetic and gave her an injection to raise her blood sugar level. هذا المقطع حاليا شوية ترند. ليش؟ لأنه اليوم اللي دا أصور به هذا الفيديو هو البارحة. أنتوا هتشوفوا بالماضي هسا الفيديو أنا بالماضي. البارحة كان امتحان العلمي وكان هذا السؤال إنه شلقوا البارامديكس بالغرفة. طبعا هذا السؤال ما كان محبب بالوزارة وايجي إنه شلقوا البارامديكس شلقوا بالغرفة. فهسا صار كل الحديث عنه شلقوا بالغرفة. تعالوا وياي. يقول they rushed upstairs يعني هرعوا نحو الأعلى. upstairs يعني للأعلى لأن الغرفة بالفوق يعني بالطابق الفوق. فهم رشت يعني بسرعة حركوا لفوق. found لقوا وجدوا found لطيفة unconscious ها تذكرها وجدوا لطيفة فاقدة للوعي and spotted ووجدوا أو لمحوا أو شو نقول لقفوا spotted her insulin users identity card. identity card معناها بطاقة تعريف بطاقة تعريف insulin user مستخدم الإنسولين. إذن هو هذا اللي كان ناقص بامتحان البارحة جماعة العلم اللي كاتب هاي العبارة. What did they spot? They spotted her insulin user's identity card. يعني بطاقة تعريف مستخدم الإنسولين. هاي بطاقة ظهر في بعض الدول إنه اللي عنده سكري يكون عنده بطاقة في حالة تعرض لحالة طارئة يعرفون إنه هذا غالباً إنه هو فاقد الوعي بسبب سكر الدم مالته. They knew at once. علموا فوراً. knew معناها عرفوا أو علموا فوراً. at once معناها فوراً. يعني من خلال البطاقة مال insulin user رأساً عرفوا that she was diabetic أنها مصابة بالسكري. تذكروا إذا كانت diabetes يعني مرض السكري diabetic مصاب بالسكري and gave her an injection وأعطوها حقنة أعطوها حقنة injection to raise ليرفعوا. شنو raise؟ يرفع. شي raise لذلك من نقول بالصف ارفع ايدك. شلون نقول ارفع ايدك؟ raise your hand. raise your hand ارفع ايدك. يلا وياي to raise حتى يرفعون her blood sugar level مستوى السكر بدمها. هي مشكلتها شنو؟ blood sugar نازل ها too low نازل كلش فيحتاجون يرفعوه حتى تستعيد وعيها. انطوها حقنة مباشرة. طبعا هم مسعفين يعني هم مختصين يعني مو على الله بس. اعتقد هالمقطع الاخير. لطيفة regained consciousness very quickly. جملة جديدة. I'll always be proud of Mustafa. لطيفة says he was calm and intelligent when he needed to be. And that's how he saved my life. شو تقول؟ تقول لطيفة regained هذه إيدي. regained معناها استعادت أو استرجعت. regained استعادت. هاش كده بتوني؟ لا إله إلا الله. هاشنو هاي؟ استعادة regain وهي بنت فاستعادت consciousness استعادت وعيها very quickly بسرعة شديدة. quickly بسرعة و very يعني بشدة. I'll سأكون I'll always be سأكون دائما proud. شنو proud؟ فخورة. سأكون دوما always دائما proud of مصطفى. طول عمري حكون فخورة بمصطفى. لطيفة سزيلي تقول مو أني. He was calm كان calm هادئا and intelligent. تذكر من وقفت لك على ذيش وقلت لك شنو intelligent معناها شلون المساحة اللي هم يابا intelligent معناها استغفر الله معناها ذكي أو عبقري. ذكي جدا. كان هادئا وكان عبقريا. He was calm and intelligent. هذا السؤال إذا قال لك why was she proud of her son ليش كانت فخورة بمنها راح تقول
because he was calm and intelligent. وبعد جزء ثاني when he needed to be لما توجب ذلك لما توجب ذلك يعني انه كان ذكي وهادئ لما توجب انه يكون ذكي وهادئ and that's how وذلك هو كيف he saved my life أنقذ حياتي وبهذه الطريقة هو أنقذ حياتي بذكاء وبهدوء وباتصال بالإمرجنسي هو أنقذ حياة أمه انتهت القصة بالسلامة للطيفة واستفاز مدر ولأمهاتكم ولآبائكم ينطيكم إن شاء الله أنتو وأهلكم وكل الناس اللي تحبوهم وتهتمون لأمرهم يبعدكم عن الأمراض وفقدان الوعي والمشاكل ولو إحنا عندنا سنة حياة بالأخير ماشي بس إن شاء الله يا ربي يطول بأعمار كل من تحبوه خصوصا your parents والديكم هنا انتهت القصة بالنسبة للأسئلة حناخذها الدرس القادم بس أكو عندي نقطة حلو اللوجو ولا ما حلو شو تقول خالد هذا شغلي نرجع هسه لموضوعنا أكو تعاريف كلمات وردت بالقصة أريد أخذها هسه مو بالدرس الجاي الدرس الجاي اللي خليه بس أسئلة القطعة هاي التعاريف راح نأخذها بالبداية نحلها سوا وراها أقول لكم وين تجي يعني وشي خلي شريد منك أول شيء هو سؤال توصيل هسه سؤال توصيل ذني الكلمات مو هاي عفوا جماعة ABCD هاي الكلمات شباب وردت بالقصة هذني على اليمين هي مرادفاتها فشريد منك أريد منك توصل كل واحدة مع مرادفتها أو مع تعريفها بس طبعا راح يصير على مستويين الأول أنه راح أوخر حلها وحدك بدون يعني على معلوماتك أنت يعني ما راح أترجم لك أنا راح تأخذ أنت توصل على معلوماتك شوف كم وحدة الحل عن طريق أنه رقم وحرف يعني 1C أو 1D اكتبهن تمام أنا أحلهن بس أنت حل قبلي وراها إيش راح أسوي راح أوخر مرة ثانية حلها بناء على الترجمة وشوف حلك يعني كترجمة ساعدتك وبالأخير أنا أحلها تمام هسه راح أوخر وأنت حاول تحل بطريقة هيك حتسوي 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام وخلي كل قدام كل رقم حرف ها وقفت الفيديو اخذتهن يلا هسه انا راح اساعدك بالترجمه سربرايز يعني متفاجئ اكتبهن طبعا هاي بالاخر صفحه بيونت 1 عندك بالمنظمه pushing يدفع without success بدون نجاح surprise متفاجئ pushing يدفع without success بدون without بدون success نجاح faint يغمى عليه dropping يسقط أو يوقع the police الشرطة Fire Department أقسام الإطفاء أو الإطفائية يعني Ambulance الإسعاف Medical Helpers معاونين طبيين أو مساعدين طبيين بس شنو Not Doctors or Nurses مو أطباء أو Nurses ممرضات Woke up استيقظ أو قعد تمام على الجهة الأخرى Paramedics مسعفين Puzzled مستغرب Lose consciousness Lose معناها يفقد Consciousness الوعي Shaking يهز أو يحرك Spilling يعني يسكب Regained استعادة Consciousness الوعي To no avail بلا جدوى و emergency services خدمات الطوارئ بناء على هاي الترجمة أريد منك تحاول إنه هسه توصل من جديد الموضوع إن شاء الله ما راح يحتاج هواية وقف الفيديو خلي هسه نحل هنطابق surprise متفاجئ مع puzzled 1B pushing يدفع shaking D ها بالمناسبة في تسألكم بالملزمة محلولات قدامكم هنا أنا لا Without success, بدون نجاح. To no avail. G.
faint يفقد الوعي يغمى عليه lose consciousness C dropping يسقط أو يوقع spilling E IE the police fire department ambulance الشرطة الإطفاء الإسعاف دول شي يسموهم يسموهم طوارئ H medical helpers not doctors or nurses هم يساعدوك طبيا بس هم لا أطباء ولا ممرضين منهم دول الparamedics A وأخيرا woke up قعد استيقظ مرادفها الوحيد هنا أنا regain consciousness F هنا أنا هذا السؤال حيجيكم بصيغتين بالوزارة أما توصيل مثل هذا أوكي أما توصيل يعني توصل بهذه الطريقة وهذا حيكون بالسؤال الثالث الفرع B كل نقطة عليها درجة فالفرع 3B حيكون عليه خمس درجات كل توصيلة صح تحصل درجة ولكن أكو طريقة أخرى راح أعلمك إياها شلون ممكن يجيك المرادفات مو بشكل توصيل يجيك كإملاء شلون يجي إملاء وياي شلون تجيني توصيلات إملاء حفظت بس راح أعطيك مثال على surprised مرادفة puzzled و pushing مرادفة shaking شوف شلون حتجيك باو وياي بالسؤال الثالث الفرع C ممكن يقول لك مثلا النقطة الثالثة يقول لك surprised تصير puzzled لعد pushing شو تصير وكو صيغة أخرى راح أعطيك إياها طبعا هي نفس الحل the meaning of pushing هاي الصيغة الثانية اللي هي النقطة الرابعة مثلا خلينا نقول هاي نادرة انه يقول لك انطيني المينينج مالتها هسه جاوبك شلون نحل هذا السؤال باوع وياي اذا جاك هيك سؤال هذا الحكي ينطبق على كل تعاريف ومرادفات انت راح تواجهها بالكتاب كلها على الاطلاق هاي الملاحظة تمشي عليها يقول لك اذا سبرايز صارت بازلد لعد بوشينج شو تصير انت اولا افهم شنو علاقة surprised puzzled قول لي استاذ هذه مرادفة هاي بجدول المرادفات ما يجيب لك خارجيات ابدا اذا ضبطت كل الكتاب صح انه هواية بس اذا ضبطت وحدة وحدة راح تفهم قول لي استاذ هاي مرادفة الهاية اذا البوشينج شنو مرادفة القاري شو راح يكتب حيكتب shaking شفت قبل شوية جدول بوشينج shaking هذا القاري نحله بسهولة اكو صيغه نادره انه ما يقول لك اريد مرادف ما يعطيك مرادف لا يقول لك ذا مينينج شنو معنى مينينج يعني المعنى بس طبعا مو معناها تكتب المعنى بالعربي تقول له بوشينج معناها يدفع لانه ما عندنا بالانجليزي حل ترجمه فمو تكتب له يدفع معنى بوشينج يدفع اوكي بوشينج يدفع بس قصده من يقول لك مينينج انطيني معناها بالانجليزي معنى انطيني مرادفتها وصلت اذا بوشينج مو تكتب له يدفع انما تكتب انت تعرف بوشينج مرادفتها بالكتاب اذا دارس راح تكتب شيكينج اذا المرادفات اما يعطيك توصيل او املاء بالمثال المحلول وانت من عنده تعرف او يقول لك ذا مينينج اوف بوشينج معنى pushing أو معنى أي كلمة وهذه الملاحظة اللي هسه شرحت لك إياها توصيل إملاء بالفراغ أو إملاء بطريقة مباشرة أو بطريقة المثال المحلول تنطبق على كل المرادفات والتعاريف اللي حتلقاها بالملزمة على الإطلاق طبعا التعاريف الطويلة هتجيك بس توصيل يعني راح تمر عليكم وايد تعاريف طويلة حلها كلمة أو أكثر هذني يجنك بس توصيل أما مثلا كلمة كلمتين لا هذني تجيك إملاء كذلك نرجع هسه نشوف ايش عندنا بعد ها عندنا بقى بس نخلص بالتصاريف مال وجبه 15 يعني باقي لنا وجبتين وعدد الني وجبتين ونخلص التصاريف ونرجع نعيدها من البدايه لا تفرح عليك تحفظهم وجبه 15 عندي grow ينمو او يزداد grew ماضيها وتصريفها الثالث grown write wrote written cost 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 read 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 withdraw withdrew withdrawn ملاحظات هاي تقرأ grow هاي بالإي تصير grew فهاي withdraw تصير withdrew نفسها عندك بالنسبة الكوست تبقى مثل ما هي مثل put to cut بالنسبة read شكل الفعل نفسه يبقى read
read read بس الماضي وانت صفي ثالث من اقرا read يعني الشكل نفسه بس اللفظ يختلف هذه المجرد فالمجرد read الماضي والتصريف الثالث يقرا read اوكي يلا عيد وراي المره الاخيره ورايا انت اقرا grow grew grown write wrote written cost 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 read 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 واخيرا withdraw withdrew withdrawn وينتهي درسنا ال 15 كان وياكم مستر قسور التقيكم بالدرس القادم ايش راح نسوي الدرس القادم راح ناخذ اسئله مصطفى احمد الدرس القادم من اني اقرا السؤال المفروض تعرف الجواب اقرا الدرس القادم ورا هذا مباشره اشوفكم goodbye